سأشرح لك درس نائب الفاعل في دقيقة. نائب الفاعل نجده في الجملة الفعلية عندما يكون الفعل مبنيا للمجهول. الآن تسألوني كيف أعرف أن الفعل مبني للمجهول؟ سهلة، إذا كان ماضيا تجده مضموم الأول مكسور ما قبل الآخر. مثلا الفعل سمع سوف يصبح سمع ودخل دخل. أما إذا كان مضارعا سوف تجده مضموم الأول مفتوح ما قبل الآخر. مثلا يحفظ سوف تصبح يحفظ، ويحمل تصبح يحمل. ولاحظ أن نائب الفاعل في كثير من الحالات أصله مفعول به. شرح المعلم الدرس، شرح فعل، المعلم هو الفاعل، الدرس مفعول به، يصبح شرح الدرس، شرح مبني للمجهول، الدرس نائب فاعل. كرم المدير الطالبة، كرم فعل، المدير فاعل، الطالب مفعول به، في البناء للمجهول كرم الطالب، الطالب هو نائب الفاعل. الآن حدد نائب الفاعل في الجمل الآتية: قرع الجرس، تحفظ القصيدة، قلمت الأشجار، يعاد الاختبار.